فترة طويلة لم يحقق الفوز، ماذا فعلت في الأيام الماضية؟ تدربنا لمدة يومين متواصلين لأعطي اللاعبين الفرصة لتقديم الأداء اللازم في المباراة. لدينا لاعبون مميزون جدا، يعرفون ماذا يريدون في الملعب. طلبت منهم أن يحاولوا مرة واثنين وثلاثا، لا يهم، ممكن أن ينجحوا ومن الممكن أن لا ينجحوا. أنا سأكون المسؤول، لكن عليهم أن يحاولوا ويكرروا المحاولة دائما، في النهاية سينجحون. عندما حضرت للفريق، هل الفريق كان يحتاج الجانب الفني أو الجانب النفسي؟ واشتغلت على إيش؟ الجانب الفني أو الجانب النفسي خلال 5 أيام؟ بول. حضورك للأهلي في هذا الوقت والفريق يعني في مركز، ما تعتبره مجازفة لك كمدرب؟ أنا رجل على دراية بعملي جيدا، أركز فيه كذلك. عملي هو كرة القدم وأدرك ماذا أريد وكيف أفوز والطريقة التي أعمل بها سليمة. إيش يحتاج الفريق في الفترة الحالية للبقاء، وإيش رسالتك لجماهير الأهلي؟ رسالتي أن نستمر في دوري المحترفين، ليس لدي أي شك أننا سوف نستمر، نعمل من أجل ذلك، هذا هو هدفنا الأول. نصيحتي للاعبين، استمتعوا بالفوز، اعملوا بشكل جيد، فأنتم تستحقون الفرحة والتفوق، وسنبقى في دوري المحترفين.